إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وكبلا ما يعشرك كتابك العربية بين يديك جزء صدحات حاشية صدح بقولي اللي سديت. ثانيا اختر واحد دورتها من القائمة ألف ليس كألف أريد كوها أصغر ما يناسب وحكوها بون من التعريفات تلمامها في القائمة الباء ليس كباء تلماما كوها أصغر وحي تلماما يان قيبت ألف أي مدبا من تلماما يسا اسكمنا التوصمة أدو كلك اسكو حقاك لا النافية للجنسي وككوبادا لا ديدة جنسي هذه لا جنسي بي ديدة يسا لا دا سوحي اي قشمك عمثلا اي قشو اوضن ايان وح ماشا كسو هاري اجرين هذا ما حاجة لا تلمانتي يدو كو قرانتي حقا بعض اي كبار ايو كلي لا دا سي وام حيمر كا وحو يتنفي وحلقا سيقول زايدة كاك تنفي وحي ديدة الخبر خبر كي او ديدة عن جميع افراد الجنسي جنسي اي قشي يدو أفراديسا حبط كمدا أو خبرك لو قولي هاي مجرتو ويا هدات رأى لا رجل في الدار قولي منكم مجر هاد الله إلى هذا خبرك وفي الدار أو قولي عيدكم مجرتو ويا إنكم مجرو شنسي قال لغوش واسم لعنا كرادي رجل ويا مارك رأى لا رجل في الدار وحن نهو كتر مجر ننكم مجر لبن نكم مجر رقبة ننكم مجر وحن الله إلى بكم مجر ويا مرقى واحد جيت الله لقى هذين تعمل عمل اللي يسوك الدون وتلا رجل في الدار من قوله كم يشرب بيض هذا من قوله الله برا وين قان كان وانا كبر نان كران ثاني لكن واحد واحد ما قعني شيء كتب شيء سكاني نعدمي كم يشرب وياه معناه واحد يقول لي هاي هذيل هذا لا رجل قائم من مت هجنا واحد نه هو تاجنا مشان نين مت هجنا الله بمت هجنا واحد كبر نين مت هجنا نين بمت هجنا قبل سواحد شيء كتبه مركا و خوري تنفي الخبر عن جميع افراد الجنس خبر كي وديدا انو كو تلمامناادو جنسiga ay gashay mid kamidi dhamaantood midna kuma jir weeyo ama midna ma taagna laba nuun toukid nuun talayra tilmaanteed iyo taariifteedu xaqan kale ku yaala ka baad waxa weey marka nuun toukid marka la ilaado waxay noqotaa halka u fiirsa daada نون توجد هذا نون تلحق الرعدة آخر الفعل المضارع فعل كمضارع حاجة ضمك الرعدة أو آخر الأمر أما فعل كأمر حاجة صدم به لا بد أسيء كشاء نون تقال قصو خوقة المامي هغنا حقوق لثلاثة المستر واحد مستر ليه هذا حاجة كره هذا وكبار تعريفك وحوله هي جيم كبارك هو مستركو ما دل واسية المامة على معنى أتشد مجرد كقاون من الزمان وقت آلحين مستر وحو التصاة هذه الحدث هي الشغل عضي وقت جيدا نمت المامو وعكمدا مثلا قيام تاقنام باكمدا قعود فرد باكمدا كتابة قرال باكمدا انتو بوا الشغل قبطي لكن وقت جيدا قبطي وقت هريهي يهي مكريهي يهي نصوص عضا من دم الشيغة فعلك انتا الشيغة يسوي وحو الشيغة اون شغل قبطي او وقت جيدين انو لسعون اربعة تاو تانيس تاو تددقة هل كان يكو قرنت هستان لنا عنك لأي كبار وعمر كان لأورنا ايا تاو تانيس مكال الله الهدو وهو بعض هذا ايجيسا تاو و تا تلحق الفعل الماضية فعل كماضي وحي كرا عدا في اخيري حقي سادن بي والمضارع مضارعنا في اوله بلويسة كاكشا تصارى وحال رنيا ضربت ويقرعضي بركة لقاها الله يو قف دمرا هندن باقرعضي تاداس وحي الشيء يساد ضربت مركة تلاهضو تاد الدقبال ليلا
waxay tilmaamaysaa qofka shaqadar aada sheegaysa qabtay inuu qof dhadig yahay. ficilku ma dhadigaado, isagu waa shaqo, wax labna ma noqdo. laakiin shaqada haddii qaaratba lagu yidhaahdo waxay tidhi baa lagu odhanaya, waxaa saamaysaa in dumar hadlayaan oo dumarka shaqada qowlkan waxay yidhi waa qof dumar weyn. haddii maalan ay ficilku umudaaraya xagga hore kasoo odhaya taquulu almar'atu ama taquulu hindun, hindu waxay leedahay baa la odhanaya, hadduun yahayna yaquulu baa la odhanaya. alismu lmanquus, ismigii manquus waa ismigii aynu nidhi maalan xarakada ayaa qaar laga reebay oo labada saddexda qaybooda xarakada labaan ka muuqan, isagana tilmaantiisa waxaad ka helaysaa eeg alifkaal ku qoran yahay. wuxuu ihi ismun waa magac, manquuskaasi mucrabun waa la icraab mabni ma aha, aakhiru waxa xagga u dambaysa u yahay yaaun yaa baa raacda xagga dambe, laasimatun joogto oon ka hadhin oo qablaha ka sarto yaa daana ka sara ka sii horaysa. alqaadi oo kala ka mida, addaaci, arraami, kuwaasoo kale weeyaan maaragtay yaa kale manquuska la yidhaahdaa ee yaad ugu dambayso yaadaa laasimadaa. waxaa halkaa sii raaca albedel, bedelku waa ismi mid kale laga dooriyey, dabeedna waxaad eegtaa wowga baleeg, taabicun waa mid kale raaca oo maqsuudun bilxukmi, xukumka isaga looga jeedo bilaa waasitatin wax u dhexeeya ma jira isaga iyo ka u raacayo. xukumka isaga looga jeeda waxaa looga jeedaa xukumka markaa laga hadlayo bedelkun baa looga jeedaa. tusaale waxaad ka soo qaadaa haddaad tidhaahdo jaa akhuuka, walaalkaa baa yimid, muxamedun, muxamed baa yimid, marka muxamedun wuxuu bedel ka yahay walaalka, walaalkaasun baana imaatinkan looga jeeda, xukunkuna waa imaatinka. walaalo badan qofku hadduu leeyahay laga jaa akhuuka, walaalkaa baa yimid, muxamedun baa yimid, akhaasi kii looga jeeday ee imaatinka looga jeeday dee wuxuu ahaa un maxay, muxamedkaasun buu ahaa. isaga iyo masruuciisana waxba uma dhexeeyaan. kaasina waxa weeye waxaa la yidhahda bedelka alismu maqsuur, ismu maqsuur baa halkaa ku qoray. haddaba tacriifkiisu iyo qeexitaankiisu waa maxay? isagana isagana waxa weeye wuxuu noqonayaa isaguna ismun mucrabun, waa ismi la icraabon mabni ahayn, wa aakhiru alifun laazimatu, xagga dambe alif joogto abaa ka raacdo ka bixin marnaba laga waaye. oo maalan casaa oo kale oo usha ah aliftaasun baa ku taagan, alcasa alfata waa kacaynkaasa, markuu nakiradii hana waa la gooyaayo tawiinuma meesha la dhigaa. waxaa halkaa uu ku qoray qaar aanu qorin, kuwii la qeexayay muu qorin. oo waxaa ka mid halkaa wuxuu yidhi, wuxuu qoray nuunun talxaqu aakhira alficil mudaaric, maya ta kale ee nuunluqaayo wuxuu nuunun taqacu qabriya almutakalimi fi lafcaal, waa nuun gasha yaada mutakalimka ka horeysa afcaasha ayay gashaa, wa bacdi xuruufi xuruufta qaarkood waa nuunluqaayihii. dabeedna halkaa muu qorin, xagga horku muu qorin, xagga dambuu ku qoray. taasi waxay noqonaysaa maxay? nuunluqaayi bay noqonaysaa, inkastoo aanu xagga ku dhigin tilmaanteedii muu qorin. haddaba thaalithan, qaybta saddexaad ee imtixaanka, ikhtar waxaa doorataa alcibaarata hadalka asaxiixata ee saxda ah, alatii taasoo tukmilu dhammaystiraysa almacnaa ujeedada hadalka dhammaystiraysa qor. idaa lam yuslix aljawaabu, jawaabtu haddaanay ku habboonayn an yaqaca shardan, marka ficlu shardi iyo jawaabu shardi israacaan, haddaanu jawaabu shardigu ficlu shardi noqon karin, fainahu ayashaani arrintu waxa weeye alif yaqtarunu bilfaa jawaasan, jawaabtu waxay la xidhiidhaa fa, inay la xidhiidhaana waa iska bannaan tahay. ba yaqtarinu wuxuu la xidhiidhaa jawaabku bilfaa'i fa wujuuban waajib, oo yacni wujuubkii jaa'iskii sanaaciga xagga naxwada ahaa. jim laa yaqtarinu bilfaa'i fa aba lama xidhiido, keeba haddaba dhammaystir oo saxaysa kaba'da yaqtarinu bilfaa'i wujuuban, yacni xagga naxw ahaan waa waajib, haddii jawaabi aanan shardi noqon karin in faa la raaciyo. nuun luqaayati, nuunta laydhaa nuun luqaayuhu waajibatu waa waajib, yacni naxwo ahaan nuunta ficilka hoose waa ka ilaalisa, maca alafcaali markii afcaasha la socoto waa alifka, iyo wa min iyo wacan, oo maalan in la raaco minni iyo canni iyo markay gasho, iyo ficilka darabani uu igaraacayo, yacni marka le darabani uu igaraacay maalan in la raacayo waa waajib. ba ina iyo akhawaatiha bay waajibta inay in la raaciyo, inni iyo iyo anni oo kale iyo jiim, kulla xuruufi ljar, xuruufta jaar oo dhan. waxaa markaa la saxayaa
وفعلك من يعن إن أي نون تسرع دواء واجب حاجة دحو أهان وفعلك هو كير على سو ثلاثة يساق ولا سمايا اسم الفاعل اسم الفاعل ولا سمايا ولا القابية من غير ثلاثي مركو كي ما دفع الآن ثلاثي أهين ولا قابين يا وسو يعني وحوي السمينتا بس أنا بركي معلنت الدافع لشيله وكرره والله استعماله مركي الشيء اللي قابينه والله استعماله بيبدال حرف المضارع وحلقو سمايا مركل السمينيو حرف كمضارع عاد يكون شرف فعل كمضارع ومبالغو بدلاء ألف ميم المقصورة ميم هوس طمن الله هوس ربي باء بيم المفتوحة ميم لكر ربي جيم ميم المضمومة ميم لكري وفعل كي مضارع أو حق أي ألكي كتشرتي حروف المضارع عضو ميم لغو دري أو هرت اسمه مفعول أسر كي سباب واحد نجي ذا اسمه فاعل اسمه فاعل محوي هاي وفعل مضارع وهل كيف فعل هل كيف حرف المضارع هذا ميم لا دقيقة ميم تاسو هو سبب يوكر ويوجدني كيف إنه قادرنا يوكر ويوجدني كيف إنه قادرنا كأوضم بيجي ميم قال صحيح ويوجدني أو مثلاً هل قاها يكرمه أم بالغون يا مكرم أو محل بديه هذا أما مثلاً حروف المضارع هذا سبب لو بدل يا ميم جدن مضارع أنتي كلاودم ولا دينية مركز فعل بخصوص صباحية ينطلق هل قاها مغناصا منطلق مثلي يستخرج لك هذا مثلا مستخرج وعلى ثمانية ساون حروف مضارعة بس كبدل ساميم قذنون واحد قال ساميم ميسد مركب دون ساون ثمانية اسم فاعل أو غير ثلاثية إذا لم يذكر المستثنى منه هذه مستثنى منه جاء آن للشيء أو مستثنى هو يهي مد ناقصة استثناء أو استثناء هو ناقص فإن المستثنى كلا صورها بي ألف يجب وحواجبة نسبه إلى قربه با يجوز واحد بنان نسبه إلى قربه جيم يعرب واحد العرابة حسب موقعه هل كم كبير شريط جملة واحد يغبى هنطاي كوضا بيالا صحة يا مركها يا الكلمات أربعة الكلمات الرياضة التي تضاف إلى المستري كلمة لا يضاف هي مستر وليست بمستر إريد مستر حين كلمة واحد شراء مستر لا يضاف هي مستر حين مستر با لا يضاف هي محل وقت إذا مستر كان مضاف له ونقون هي كلمة ألف تنوب واحد كم نقبل واحد كوك كل نقطة عن المفعول المطلق يبقى كوك كل نقطة مستر كيا با يجوز عفوا با تنوب عن المفعول به مفعول به كوك كل نقطة جيم تنوب عن الفاعل فاعل كوك كل نقطة واحد كوك كل نقطة صحيح ألف كا تنوب عن المفعول المطلق كلمة واحد شلا يجو آن مستر أهين مفعول المطلق واسك مستر كون ومستر كم ما معاره مستر كا واحد شلا كلمة مستر رؤي إضافية وبعض كل ولو تقول عليها بعض الأقاويل الأخرية أيها كمدة هذه وعجرة كلمة الله إضافية مسترك ومسترك مضاف له نقض وأنا يقول مستر حين واحد مركها هو كل كن نقضا مسترك ومفعول مطلق يكوى كل نقضا تاجيم قد مركها صحيحا يبنى واحد كل مركها إذا لم يذكر هذان الشيء المستثنى منه هذه آن الشيء فإن المستثنى كلا صور خيري ألف يجب نسبه إلى كربة واجب نقوله جيم يجوز نسبه إلى كربة بنان باء يجوز نسبه إلى كربة بنان جيم يعرب وحلا يعرابا حسب موقعه هل كنت قلت شريط جملة عرابته وبهانتها بحسب العوامل يعني هذا ما صح يسامر كان هديء مستثنى منه ومقين هاي مستثنى وحلا يعرابا يا فعلك مثلا ميش وكتش روح وبيان كسوقات هذه جملة فعليتها هاي وهدو فعل بها فعل بالغرقية هدو مفعول بها مفعول بالغرقية هدو شاري مشروع بها شاري مشروع بالغرقية هدو مبتديها ندى خبر بالغرقية إلا الجملة دي بأخرى دماني ستة يمنى الفعل الماضي فعل كماضي وحا الله سمعي الله نسا للمجهول وحا أنا قرني أو أن فعل كيسي مد أنا لقرني بالغرقية ومارك فعلك مقيها مارك الدونيسو وحا عدي قبطي أنا دقرينا الشيكتو وعلى سمي فعل كهبون أي سمي فعل ظهر مبني للمجهول وحو سمي سيني أمن لو سمي مد أن فاعل كيسي لقرني عد غبطي أدري على الصريق المطاع وعلى ابتبال لحظي عد حضي لما قرنيه لكن سيدا لو سمي يوي كدو وانت مركع عد حضي لقرني لأن فعل كوا مجهول وحو لو سمي فعل كمركع فعل آل لقرني عد غبطي يا فاعل كيدا وماضيك سيدا لو سمي مركع وحال الله سبحانه يا مركز فعل لقد جاء ألف بضم أولي وفتح ما قبل آخره وحال الجذا حرف أخرى حرف قوض ميك كهرين ولا كربا
ب بضم أوله وحل جذا حرف الكوبات وكسر ما قبل آخره كوضع ما يكره والهاصبة جيم بفتح أول بلوي سوال قربة وضم ما قبل آخره كوضع ما يكره والجذا كلام صحيح نمر كبعضه وهو حوي بلو جروا الجذا يا كأهر كوضع ما يكره والكربة وحلنا الضرب وال جرع سرق وال حضي ساس الله قري كتب وال قري فهم وال فهم وحيا الله سكر القرنية سبعة يجر والهاصبة الممنوع اسم لو ديدي من الصرف انه ليحلحدو اما من الصرف التوينت ايو هوسدوغا لو ديدي اسم قال انا توينين ان لبا حركه لا سارين هوسدوغنا انو غلين بالفتحه فتحه لو كردبا بدلن وخه فتحاسي لو دوريي او كا وكيلتاي او تاغنتاي عن كسرتي هوسدوغي اذا مركا الف لم يكن انو اهين مضافا او محلا بالال مركانو مضاف اليه راعين ال انو لهين ب مكان مضافا مركم مضاف كي هوي جيم كان على وزن الأفعال مركم ميزان كيس أفعال هي ما هتحس كألف كأ إذا لم يكن مضافا أو محلا بأل اسم قالوا لا ما رأي صرف كأ وحأثر كيس فتحه بكرة ربع حضاري الجرين أما أن مضاف له الراعي لكن هذي لا والله سرعان توس فوق قادنا يا هوس لوجي لكن توين تمر ما مقاط هو توين توق قادوا واي كل كأشو أي كسنة توين مر راعي كرتاس مر راعية كل كإضافة وقسمة توين ما يمن كرتو مركيس كلامه ما بجلسه لكن هدي علي أي قشو أما مدافع لحق ده ما قرعه هو صدق وقاضنا يا وأنتم عاكفون في المساجد يا لورني يا مركا مركو أشيل يا أخرى هو ثمانية يجب واجب أن يستمر إنه كابه أو الله صعده البدل وبدل كونه كابه على ضمير المدعيال يعود النقطة على المبدل منه كسجل لقى بدلي في بدلي ألف الكل من كل يو بدل الاستعمال مركو بدل فيها بدل الكل من كل والله هذا شيء لك البدلي اسم معنيهين قبل جودة واسمرك يجي جاء زيد أخوك أكره وكذب بقى يكهر واسمدهم وزيد كنا وأخو ونأخونا وزيد ب لكل الكل من كل مركب بدل الكل جاء لقى بدل مثله يو بدل بعض من كل يا مركب قريب لقب الدرا شيء ما يسترن ومثل أكلت الرغيف ثلث هو أكل وياي جيم قيمة جيم غوفر بدل البعض من كل ما بدل استعمال قار مع ضميرين راعة أي تهي واجب توضم بيسال صحيح أك وقار ما بدل البعض من كل مركو يهيو يبدل الاستعمال مركو يهي بدلكو وح خاصة بين ضمير لسه عدد بدلك وواجبة أنقاني مبدل منه هذا إذا نفعني زيد ما ينفعي علمه وبدل استعمالك أقول تسمع فاضي أكلت الرغيفة وعن الروتيني ثلثه أو بدل البعض جاء غلظة قور أي واجب يهيون ضميرك لصع بدلك وثمانية درجات بوهلة يقفه مركو انتهى صحو الكتابة يوم كان امتحان قوى قيب قرارة أولا كل قهرة سل اسكوح ليلي أحريق سوحد بين كل كلمتين لبقري أورن أو تأتياني معن إمانا يقوى الصعودة غلظة معنهان اسكوها بون قيبت ألف كي قيبت بقرة هو اسكوها بون هرت إسراعي إسراعية ثم ضعهما الله بضع واحد وضع جليسات كترة دكتا في جملة جملة اسكوه كان من إنشائك أضوع عرسي يمكن هذا واحد صورة جليك را أن تستعمل أديكستو الحرف حرفك أكثر من مرة هل كان حروف كقرن أو كتالة هي أسماء بو كترة مع مو يعني انت كرام واضع حروف حرفك لابا قربة إليك سنكرتها محال لوغة جيدا أفعاش والابية طبعا حروف تنوى كيرتها ووحوهي إنك كوبا هذا ما حال سمعين كرتها وعاتيرا هي فعل حرف لابا فعل راعي كرا أما كبضا مثلا مكا مرئي لابا بحرف فعل يلا بيستحبكو راعي كرا كيري كرا أما لابا قو راعي كرا تبعدنا ساسا اسكول لها كانيسا يعني يمكن وحص ورجلك أن تستعملين هذا ديكستو الحرف حرف أكثر إنك فربضا من مرة مركبا أو فعلا كبضا براعك على الحرف دابا أنا إذا أنت أسكوها بيسو جملكو سماء أدقو هو أجابه كجواب تبرع أو كبري نقضى شقاكم ولا تجاوب يعني وجواب يوكلا إيو تعدى وكثر لابسي أما واحد قد بي أما روحه فريقيم واحد دقي فتخلص يعني واحد لمي تبين أو عضاضي أصيب وح يعني كل عي يؤدي وح قبتي يتحكم وح يعني حكومة يا أمم مامورة يا يستغني يكمارمي يا مع يا في يا لام يا على يا با يا عن يا من
inta erayada inta ficilka iyo xaruufta isku haboona isku macnaha israaca isla doono marka hore adigu xuruuftana qaar baa raaci kara laba ficil marka isla doonato jumle ku sameeyo halkan ku qordabeedna ثانيا أكمل الفراغ ما أشبنان كبوحي بالكلمة كلمة أو العبارة أما هذا الك المناسبة كهبون تاروا ستة درجات أرتين تلقيه ليا من عندك أضوء حقاك ككين هل كان كومي يلا ككين توفي والد الجاري واحد انتي قف كانوا شارك هين آبه فرم أزوره مثلا ما صوب وقان وكري كبوحي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجاري أو كلا كبوحي باب والكا كوقر بي بالجار جار كوتر دارمي ارتمى في أحضان أمه وحس كتوري هو يدي دبتيل أما دين عيد حدني وانت كوز يسي يعني كلين كيسا يا مارتي ألقى كل انت كل دين عام صغورة الدنيا الدنيا دو كويراتي في عينيه بلاني أما في عينه إيش يسوي كويرات يعني وحبوا مارك الدنيا اليابان ودلك جبانكو تفوق وحو كوهر مري بصناعة السيارات هي تفوق بعض السيارات قلنا ذلك إياك أديك وحن كهاج دقيا أن تكذب أو كريات بينشك الماء ضرورة الله شيء لقى مارمان بيه من ضرورات الحياة كم يدو حياة آد أو قبها أنت ينلوش إن لقى مارمان حل المشكلات إن لفردامية الله فرفرد باتوين كود حبيب ينزل جن لبلا يسقبا يعني فضيلة الله رنكر تواه ونك يمد الناس ضدك وحي أتاقان عناقهم لقمه هذا وحي أتاقان نحو الأغنياء حقه وحي أتاقان ضدك ما القبينك ومثلا ضدك هذا يجير ضدك ما القبينك عندها لقمته إلى الرعا عندها للرعا حقه هذا أبو إيقان ضدك ما القبينك أطلب العلم علمك الدون من المهدي لقبل أمامك يعني يرتهي إبقيتك لوسده إلى اللحظة إلى أنت دمشق في جالس سكن قلبي جوه حسلي يعني بعد ما أخبرتني أنت هذي ورا تكذب أسأل الله العافية يعني لها بره العفو العفو العافية من لها بره يعني كلمة قوة بنا دو كبوح ثالثا رتب بيسكوها جاتي أجل من الجملة الجملوينك التالية تصوص عطا لتكون سو نقطة فقرة تدعو نقطة تدعو هذا لسكوحنا أو مارت معنيزو أو ما كده ما لقوله ما نقطة الانتهاء والله صار دبع مرة أيام كوه حاكم كقرن الجمل غير مرتبة جمل الدين أسكوها بيسنين وأنا أسكو توصلين بعد كله قري الجمل مرتبة حقنا هذا مرة كقرن وحنا مثلا كقري وجدت وحن أجادي أنا الأمر أرنتو غير ذلك أنا استأهين ويا فاللغة العربية سهلة أفعربه وفدوته وفدوته وصرت وحن قضي أفهمه كثيرا إن أنا بدأ كفهمه من الأحاديث النبوية أحاديث النبي محمد صلى الله وسلم عليه والقرآن الكريم قرآن كشرفت بطن لأنني أنغو أحب اللغة العربية بان شعرها فقد بدأت وحن بلابي تعلمها بلشديدة قبل عامين لبسنا كوه لكنني أنغو بعد ما بدأت بعد أن بدأت وإنت بلابي دبديد الدراسة برشدة في كتاب العربية بين يدي كتاب توكلين وهينيه أنت أن بلابي كذب وكنت أسمع وحنا هاي شرمت مغلا أنا اللغة العربية صعبة طلنا ذكتها والآن إمك الحمد لله لا ما هذا له فقد تعلمت اللغة العربية طوام برتي فأنت أسكوها جاي تقول كلي مركا وح الأورانكرا لأنني أحب اللغة العربية اللغة العربية جوان تعلها فقد بدأت وحنا بلابي تعلمها هنا برتا قبل عامين لو سنة كهر وكنت وحنا هاي شري أسمع أن اللغة العربية صعبة وحن مغلي شري اللغة العربية أذكتها لكنني أنوغ بعد أن بدأت أنت بلا بكذب الدراسة لغشدة في كتاب اللغة العربية كتاب اللغة العربية بين يديك الله إلهه في كتاب العربية بين يديك كتاب الله إلهه وجدت وحن أغادي أنا الأمر أهرمته غير ذلك أنا سلاحين فاللغة العربية سهلة أفعربه فدوديها والآن إمك الحمد لله ما هذا لها فقد تعلمت اللغة العربية في عربي وامرتي وصرت وحنا نقول أفهمنا نفهمه كثيرا ينفر بعضا ومن الحديث النبوية كمدة والقرآن الكريم كمدة يمكن بدل ما فهمه سال سال سواه بينكره لأن هذا روح قوبة صابح كره سو توسن ومعنيه زي هاي في عربي قوان شعر ما خصوصا لو صار قابو وحنا بلا برشديسة لبسنا كهر وحنا المغلي شرف عربي ما ذي هاي
لكن مركي عم بلاوي برشة الكتاب كان يبلا دقيشديسة وعنو قال هني تونس أنا هنا في عربي وفدودي هاي أفعربي مقوام برتاي وحبضنا الأحاديث أي قرآن كانوا مفهمها هذا وحول لكن هو ست درجات أنت يا لي مخاين ولكن خوارقنا مجموع درجات الاختبار امتحان كان صوتش أجنو لما كل يسوق يدرجون كيزة ومئة وستين درجة وحصلنا قونا يا وكني هاي جها بقول يلحد درجو هل كان واحد نقول ما ذا مركا قيبتي هري إما كوا حال كانوا كقال إنه سوس فهم المسموع وحن مر بصوقرنا سأخرج جني فهم المسموع واحد لجيسين لفهمه هذا بقى هذا الذي دوبنا إلى لجيسين يقار كم إذا بقى هل كان كقرن إلى كدوبنا عشرات من هاي عشرات بلا قد لجيسين يعني واحد شراء قار كدوبن كواسي أي هل كان يفوق هذا نقارته هذا الله نص هو هذا الك قرن يعني نسومر إنه يقرأ هذا الله كله دوب قار كم إذا كان يفوق هذا إنه قصة الوحي بقى وقهر يقوى دوبن كم إذا شكل قصة أبسن سود دقيتان ك قرآن كإلهي على عائشة عائشة وحلا جور يوم المؤمنين المؤمنين تهيدود حاجة حرمة دي شرفته أنها يدو قارض وحي تري كان وحوها أول ما بدي به وحي وقهر يلا قب العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي من الوحي القرآن كان لجسود يدين تجسود كتير وحوهر يي الرؤيا يعني الرؤيا وهردد قاركو أصالحة ونعسنا وحو ونعسنا كور رميسة في النوم هردد قارك الرؤيا ونعسنا فكان وحوها الله يرى ماذا أنا رج رؤيا رؤيا مو أركي تير النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذو رؤيا أركو جات ويمن شرتي مثل فلق الصبح سدا وبرج يصبح ضياء ضوء عب أو سدا أيهاي مو أركي تير ثم حبيبه وحلك عليه سي وإلهك عليه سي إليه النبي الخلاء عدل إنه سكتشوه أو قار نقضه أو عبادة كو قار نقضي فكر وكان وحوها يخلو مدقوني كل نقضه وسكتشوه سكارة بغار حرا قدك غار حرا ليلة فيتحنثه كو عبادية سنشري فيه قدك قبل أن ينزع انت نقو صور نقونين إلى أهل حاسيس ويتزود صحيبه قادن شري لذلك أرنتها عبادة دا ايه قار نقوشة دا او مالمو اسكا تشوق شري دا بدنا سهيبو سي قادن شري ثم يرجع الى خديجة خديجو كسو نقون شري فيتزودو هادنا سهيبو قادن شري لمثل هاسيدو هراء وقالي انو هادنا مدكو مغنادا قارو حراء او عبادة او مغنادو هادنا سهي لبادو قادن شري حتى جاءو الحق الى ارنتي حقا هيد او دينتي اسلامك او تماد النبي عليه الصلاة والسلام ايه ملك وملك جبري لو حيقو سيدا وهو يسقنا في غار حراء ومركات شوقي ويهم يتحقو فجاءه الملك ملك جيبا وقيم دوا جبريل فيه قدك خير دحد حراء أيو النبي أيو قيم ملكه فقالوا حل اقرأ أقري قالوا حل ما أنا بقارن وحما أخري أنا وحما أخري أقان ما أنا أخري أخر اسمه ما أقانه ساسان اللي أيو نبوي قالوا حل نبوي فأخذنا ويقبته ملك جيبا يقبته فغضني ملك جي ويعمى شري وما هي يعني ساسو يبقوتي سأدق ويقبته غضني سأدق بوي توتي حتى بلغ مني إلى أن يقارسيه وحي سو قاري الجهد لب أنت يعني بقوتي أو مثلا أسائي توتي أي اللي بيسو قاري لدو أنت مغري ثم أرسلني ويسيداي فقال وحي يقول إغرى أغري فقلت وحن معنا بقاري وحما أغريك وحما أغري أقام فأخذني هذا ويقفتي فغطني ويتوتي هذا ساسو إبربري يعني ومارتي الثانية مرة بعد حتى بلغ وحي سو قاري مني أنا الجهد ولبا سو قاري يعني سأدق بو يقبته ثم أرسل هذا نوي سيداي فقال وحي اقرأ أغري فقلت وحن لي ما أنا بأغارين أنا وحما ما أغريه أغرس كما أغان فأخذني هو يقبته فقدني هذا نوي توتي ومارتي ساس يحفوشي الثالثة مرة تدحب ثم أرسل هذا نوي سيداي فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق واحد اخر ده مقع الله عالم كان ابوري خلق الانسان ضدك ابوري من علق الحنجر كابوري اقرأ اقري وربك الاكرم الله هو الله شرفت بدن علم بالقلم وهو ضدك اي مخلوق بري ان قلنك وحلو قريك ان لقاته او وحلو قرو اله الله بري علم الانسان ما لم يعلم ضدك وحو بري وحان اقون اقون تبا ملكا الهي كبلاب فرجعوا نقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان نقضي يرجفوا يسقوا وقرير أيه فؤاده ودنه يسيا قلبه سو ودنه قلت هيا أيه دبينا نقضي فدخل على خديجة خديجة وقري بنت خويلد وحاسيسيا
فقالوا حلو زميلوني إدو دوبا زميلوني إدو دوبا يعني نحن إيه واحد كتيرة تقولين توضناها إيه قرير إيه عبسي إيه واحد آن أركي شرين ولا صوكرو مي أو صوك قلي قدكي أو يابين هاي فزملوا هو إدو دوبين حتى ذهب إلى أوقته عنه النبي واحد كهري الروع أرققحي إيه السسكي إيه نحن تيبا كتكتين أو نفسي فقال ملك رمو ورمي كريم فقال لخديجة خديجة وحو كويري وأخبرها وحو غور رمي خديجة كويري وأخبرها الخبر واركب وغور رمي وحو كويري يعني وانو واركب وغور رمي وحو كويري وأخبرها الخبر يساقو واركب وغور رمي وحويري لقد خشيت وانو بغضي وانو عبسد على نفسي مانتا نفط إذا إيه نفط بيقى بحضو أيان مانتا نفط إذا أيامي مانتا نفط إذا وانو بغضي هريس بان قلي فقال واحد له النبي قلت لخديجة خديجة كلا مايا هبغني هو بغى نفتاد والله إلهي بان قدارتي ما يخزيك كدلين مايو الله إلهي كمدلين يو أبدا ولقى ووح إلهي كوكيري مايو فوالله إلهي بان قدارتي إنك أقول تصل الرحمة دتك حلتها أول حليلسا وتسلق الحديثة هذا الخارج رمبات كشي كتاب بينت متقاني وتحمل الكلا لبات صدنا واضوات كيسة توحيد لباتها وتكسب المعدومة وحي اللوائن أذاك هنا أمارتي ومضى وحباد وطرتا وحي اللوائبات كينتا ونبدو بهين وتغري واحد صورتا الضيف مرتدى نواد صورتا وتعين على النوائب الحق تدكى إدباطة دخول عدنا وادو قرقارتا وادو قرب يقاشام بادو نقطة انتا صوصفو ونالسان باد ليه دهي إلهي مركاكوهو تين مايو وادو قددك إلهي وقرقاريات كمتاي هانا بغنين فاندلقات ويك حيسي به نبي كحيسي خديجة خديجة كحيسي حتى أتت إلى ولدتكتو به النبي واحد أجيسي ورقة من نوفل نكيل ورنشري أو ابن عم خديجة خديجة بنت خويلد بقى المادر هاي ننكا وكان روحها امرأة قفبوها قد تنصر كريستانك قاتي دينة كريستانك في الجاهلية مركا دينة ودن بيسي الدنيا شو اكتبه انت آن إسلام كسود دقين أيو دينة كريستانك قاتي وانتو كسكتكي غريشي دقن كيدا أيو كريستانك قاتي وكان يكتب وقري جري الكتابة العبرانية فرت عبراني كانوا قري جري وفرت يهودا أيه يدنا قري جري وكان الشيخ الكبير أذوي وين بوهان كاس ما لنتها قال عمي عند بيري فقال واحد كتير له ورقة خديجة وين أديرتي يا ابن عمي إنا أدير اسمع دقي يسمني من أخيك إنا كان هذا دير كأطهي بل دقي يسبيت إنا أدير فقال له حكوري نبي ورقته ورقة كوري من أخي وأدر يا ابن أخي أدر ماذا ترى محاضرتي ولو حاضرتي أي شيء فأخبره ورمي رسول الله ورمي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وحي واركي وركيسي أيسي إيا ملك أيمد يوحي كلك المي فقال وحي كل له النبي ورقة بايري هذا كأت شيكيسا هو يسوء الناموس وملقي الذي ملقي أنزل الله إلهي وكسودتي على موسى نبي موسى دينتي إلهي وكسودتي وهي لو أن أقول له أو علم له أو كتب أخري علم هو مهم يا ليتني الله ميان فيها أنا يعني أرنتها جدع من دائر أو إلكها سرقبة جدع واقع الكيس سرقبة ميان هذا دائر مالك أرنتها ستماذي وقت يد الجار وابلوه ليتني كنت حيا الله ميان هذا ليتني أكون حيا ميان هذا منه المالنتها إذ يخرجك مالك كساران أي ذلك كائريان قوم خطلكا مركب ذلك كاساران وكاساري دونانه ألا ميان من دائرة هذا وما لنتانه فقال رسول الله وحوري أو مخرجيهم أو مخرجيهم ميان إساري دونان طلكي قالوا نعم ها وكساري ذلك نوى كائري لم يأتي لما إمن رجل ننة قد ولقي بمثل ما جيت به وحا الله تمد أوكل الدين عصبة نين لي يمد مجرو إلا عودية ولا لعلوبة ورقيبة يعني أهين إسكترسة وين يدركني هدو يسو قارو يومك مالي تاراسي هدو يسو قارو أنصرك وانكو قرقاري نسرا قرقار مؤزرا حوق بضم وانكو قرقاري أو آنا في يمال وحبك على هرين ثم الله من ينشب مور هاقين با ورقة من نوفل مور هاقين نرشو كمو سيشر نوين بمانيت أو اندرابوها كمور هاقين أنتو وفين ورنتو مدير كده بورد انتي صحيح البخاري بحديث اسمي الله لقد كانت وحي احيانات دبا الايات وآيات تلك التا
الآيات وآيات القرآن الخمس إيشان تأه ومن سورة العرق سورة لك ترسن أما كمدة أول ما نزل شيء أهري إيسودك ومن آية القرآن القرآن كآياته سكمدة الكريم شرف طبضاً وكانت وحيها نايدها استهلالا بلوبة أهائر للرسالة استهلالها لإلمه مركو صار العقلية وهرس استهلالا بلو أيها وهايين للرسالة فرينتا إلى هاي صدري يدين تإسلامك أيها رسالة اللغة تيدا الخاتمة إيسورد قبل قبيسي تيميه أوردن إيوغدن بيسي الخالدة إيوالي جيد إيا اللهي تشري طونتا إنت أدوية تشرتو إيوالي جيد وهي يدو وآياتها سي الآيات وآياتك افتتحة لغو بلابي بها دين تلغو بلابي ويان إيه إسلامه وآياته كعرطي بلغوها وبهذه الآيات آيات كان أيها وضع الله إله وحر لقي تعالى سيقاس الرئيه معالم الرسالة أستامها إيه الصمدها أيلاد هاي دينة إسلامك الإسلامية فرينة إسلامك ودينة إسلامك الخالدة الوارثة في عمومها قود أهانتيد المطلق وعمومك مضح بنان مطلق وامحي وعموم آن مدحي سلقبنين وعام سيقود إن دينة ودين عامه أستانت أي سيدتو يتلمانت أي دينتو لهذه أي آيالهان يتلماميان وشمولها لما يسترنان تيد العام بلارن أي هبلارنات دينتو وها عامهاتو لكن سمد بي لهذه سمد دي بي شرحيان وهو محي سمد داسي مبينا وحي الله سبحانه وتعالى كو عدين ايا أنها دينة إسلام كوني تهي رسالة العلم دين أقوانيه دينة تورتم الكوريس إيو والمعرفة وحبرشو والعقل يجراد يقون إلى كل سنة هاي يعني كل سنين جهل يقون أن يعرف تجارن دين الإسلام كم صلاة سنة أقوم بكل صلاة سنة هاي أعرف تجارب كل صلاة سنة هاي يا كل صلاة سنة هاي دين الإسلام وهي أعظم نعم الله تعالى دين الإسلام كنا والنعمون كلها بحياته وجوين على الإنسان قف إلى هاي سيو إلى هاي نعمة وبحياة إيمان يدين كويني ما بتشيل العالم كم ما نشيل دونه وبهذه الآيات آياتها قرآن البينات أعد عدي معنه دو قيحان يهي أو قيحان يهي يوما تضمانه دو حي كوبتي ومن الإشادة أمانة ما هي أمانة آياته وأي كرو قادين بالقراءة آخر سيئنه قيمة لي يهي والكتابة يقرار كالقرية فرطة وحلق قرو يو العلم أقبون تقود هامبا أبان الله إلهي وحكو عدي عز إيساق إلهي وين عز إيساق إلهي أود يشرف بلي وهو جل ويني للنبي النبي سوف عدي صلى الله عليه وسلم يا ولي أمة الإسلام أمة الإسلام كبيلها وحو عدي أنا المعرفة إن أقونت أي تهي بوسائلها يضع أي أقونت لصعوت أديق يديدا أقونت أديقه إكل دون يو الدوين كلامره أقونت إكل دون يضع أي لصعوت وما هذا وحيابها أقونت محاو أديقه محاو ضعوه لقوقارا من غراءة نخرس كاكمدا وكتابة قرار كاكمدا والتعلم برشادة كاكمدا يضع حاصر لما أيه وحيابها وأديقه أقونت إن هي أقمت بركة دموع وحمسكها على القهرة لكن كل قهرة قرار قوة كمين أخرس قوة كمين برشاد قوة كمين هذا أقانتو أديجي لأسي لسعودان ومع القلب كيدو وضطها هي وحوير أقانتو الأسلوب وحبك إيا هنانك إيا قابك الأمثال أقوة ناكسن إيا لتبليغ الرسالة لقو قارسين كرددك الدينك وفكو هدان وحقون يما دين بو محو قرن يا ملكا أقانتو يدو أجب كيدا وضع تكر الدول هذا آخر تاعي هذا حفل تاعي هذا قرار تاعي هذا برشة معنا لقبر تاعي استوى الجيو واسد قرها دين تلو جالسين كر أمد إلهي أوقف عن قف جاهل محد جالسين كري يعني والبما هاي سوق وحقوقها طبعا وحقوقها طبيعة كلها وبهذه الآية آيات كان أعطيت واحد لجوسي الأمة أمضى إسلامك مفاتيح الإصلاح مفاتيح ذا يفر ياش وحلوها جاتيو، أدون كلوها جاتيو، أمد لوها جاتيو، أقون تلوها جاتيو، أمام كلوها جو، أدقارها لقول لسه، أخلاقها لقول لسه، ووحه حلوها جاتيو، إيو، والتقدم هرمك، وما ذا يكون هرمتو، هذا دقارته هاي، هذا مامته هاي، هذا عقلته هاي، هذا أخلاقته هاي، هذا مدينته هاي، هذا ودشيرته هاي، هذا ورالمته هاي، ما كوه بكرنه، ونوعي بدن وحلا يهذا هرمك، إيو، ورقي. هرو صعدك يكرو كع ومضو أي كع هذا ملحون وملاس روك عضو بركوس قاد نظافته وكرك سوقا هذا كذح كعضو ليقله
وعاد نظافة قيمة أسر يسجعده وهرمر هذا تجاهل كبحضه وإذا قانت هالك أسر يسجعده كربعضه كعده هذا ما نحمك يوم الصماص فكعده وعاد عدالد يجر صور يحل عن يمارتي شغل نظيفة لجاره كربعضه كعده يعني بقولان من عبيلاده هرمر هرمر كبيت الماميان أو محاي مركها تهي سيكوت المانت أيضا سيكوت المامين لتعلم وحي برئيسا ضدك وشيكيسا أنه لا إصلاح وحي لها قاتل كرامتشر ولا مدنية تريد المقالني ما مشرته ولا حضارة البحني ما مشرته بغير علمنا قولنا الآن لما سمعين كرا انتامدنا ومعرفة برشراء آن وحبال لما سمعين كرا فالجهل وأقوانت أقوان لآنت هي عند لآنت أقوان لآن آن وضدك وحبال برن وهو الجهل وحل يهضا نقيض العلم أقوانت كسهر شيدا جهل لا يأتي لمينا داء جاهل نمدو إلا بشر الرحمن بي كانتا والفساد وحي كانتا وحي قرمة ونولا خربا مامل خربا يعني أخلاق خربا يعني دقالهم وحن أم بي كانتا وحن ونأكسن مك كانتو جاهل نمدو إيا والتخلف يدبو دع خرمرنا مك كانتو دبو صعود دبو الله صعود وما حي دبو صعود إن لقصي در أم ويان دقاله هو صدعه علمه هوسو دعو تكنولوجيا جيه فرسمه هوسو سعوتو مامل هوسو دمو بربرو يعني ووح سي سعودون ووح كرو سعودو مالي كما أن الهداية سيدا هنونك إيه إن لبرتو لغوهن إلا معرفة الحق إن حق لبرتي دينة إسلام يو اتباعي حق إن لراعو يو الحرس إن لقود دالو على إقامة معالمه إن لقوتميو تلمامها حق هذه مسائل كانوا تلمام حق سواء ما هو تلمام يا مسائل تلمام حق مدرسته ما هي تلمام إذا تلمام حق iyo wanaaga in la dhiso marka masaajid la dhiso oo madrasad la dhiso oo dhaqtar la dhiso oo biyo la dhiso oo dowlad wanaagsan la dhiso oo umad la dhiso oo salaad la oogo waxa jira la oogo khayr ba marka muuqda hadiise meel khamr lagu cabay naaqa wanaayo wax maxay sharbeet maamayaan iyo wax aan haysanay oo maxaa la qotminaya astaamihii xaqqa iyo wadacwati ilay xaq in dadka loogu baaqa la yakuun ma suura gali karo ilaa macal cilmi إن علمي يا قون الهلمي وحاول أن يسأل ما صمين كرو هذا أنا أقوني كريم آيالها أنا شيقية ولا يكتب لوما قرى للعلم علمي قال لفتيزة النمو حرمر علمي إلهي وما قرى أما ما قاله وانتشار علمي قوينه في دودتك كباها ومضوح وضبرته لما قاله إلا إذا سجله القلم وإنه علمي قلنك قرنه يعني هل علم الله راعي هذا الحاشب حين وأنا تقلين حين سوى الله برنكرا قرته أنه قلنك وحقره ونشره علمي قلن كفديا وانت سو كتاب ملايين كتاب سو بحان مرقاسي امد جهل يكبح كريسا وعلن عنه وحو عديي الهي على ان العلم علمه لا يلج مقره الى القلوب قلبية مقره سليقية ابو رهان مقره سليق واحد واحد لغتي لو مدش علمه لو مدشه وطبعا ابو رهان علمي عقلي قوة لو مدشه لكن علمه لو مدشه علمه ابو رهان لو مدشه فهمه والله دشايي wax barasho waa lagu kala sareyn kara laakin cilmi lagu ma soo dhasho aqli waa lagu soo dhashaa oo yatalaqahu al-insanu tadkhulu ma khulma ilmiga gariisatan abu rahan wa fitratan kuma soo dhasho ilmiga qofka binaadanka ahi wala ma yaqdahu wuxuu u hoggaansan yahay cilmi lil qawaanin xeerarka allati xeerarka aw daa allah ilahay u dhigay azza wa jalla xeerarka ilahay dhigay ayuu hoggaansan yahay cilmi fil wujudi adduyadan xeerar ba jira xeerarkaasun ba وكو إيمادا علمه يوول السنان الله ودوين كيلها ودقى في نقام الحياة حب كان نروس أدويه سعوته إلهين حب ودقى قرشه قرشه هزم يكو سعوته علمه هو كم دي هاي وحيابها إلهي وقود تلقى لإن لبرته وقوكو تعب جليه وقود رفاضه ومارك وكشقيه لكن وحكو سودقى وحياه يوخل كهرباء أبوه كيس الله سعوده معها وما هي إلهي ليه هاي إلهي علم الإنسان علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محو إلهي قال إن كو براي إن لقره أو واح لغو قره واح أن لغو أنه براي إن أنا لغو صور لهم بخوص سبامي أو أي شيء سامعنه برس الله بهن يهي والكشف وحو إن لصو صاره عن هذه السنن حرر كان إلهي لغي يدوية كترة إن لصو صاره يقوم وحا أي كتاق انتهي على التعلم برس علمك لبرته والبحث البارد لباره وتدبر إن لغا فرصة لغا فكره أيو باهين أو حتى قودهان علم ما أنت أدوية يالي علم التجريبك أما سينسان نقضى أما حسابان نقضى أما هان نقضى لغم صور شو ولا دبقرة ولا بارة
ولغو رفادا ولو سو جيدا لكن لو ما وحيودو قفكا الدنيا دا ملكا نظام كيدن حتى الله برطي ايه مانتا اللي اسكو قميستي تعبارها قريه فقوة كهر برين فلا توفيرسو وإعمال الفكر إلا قشقي سيما سكحدا أيوبا هي علمه يو استثمار استقراء الظواهر إلا أخرى استقراء الظواهر محالا هذا وحان كون مغدنا دا خريدو الدنيا دا كون مغطا نرتن هو كون مغطا علم با كبوحة فضحنا كبوحة علم با كبوحة دروها كبوحة علم با كبوحة طيحة مغطا علم با كبوحة عياد وكون مغطا علم با كبوحة وحانا الأخرى يا مركا أو انت مثلا أخرى دبقشا علم قال ما انت الشقيني محل قصو صاري استقراء دبقا عالم كنوا الأخرى هو كتاب إلهي أو كوني أه تبا نحو القصو صارا مما يقود وحا صوت دبقا كوه مركا دبقشا دوختي قليسو وحو كوه قاميا إلى إمادة اللثام إنو كفرو قنفك لسان وحر هذا عفوفتا أفضل وحره أو لسان من نقابك لك نقابك دمرك سوى كان أتقانا لسان كروك أيدتك تقالما أي وحلايا يكو مارتي حتى توقت يوحا سايحدا إن قف إن لقست ديدي لأن قنفك كحرا يعفوفتا أفضل كجرتا أيا لك هذا لسان مركا وحو كرهوغا هقوك تسارا وحلق كرهوغا أقوانتا طبقل يحوق لقلي تعب إلا سمعها الآية عن قوانين المادة مادة هي الشيء قوانين في سحر كيسة طب قلب الله صوصارة إما صار وقتي الدنيا وقت وحنا صوصارة أيضا سينس بكو كي هي علم فلك كل لبك هي حسابات كل لبك كيسة تحكي هي الدنيا ما أنت هذا كيسو سات ثلاثة كتب المرية يعني كنت هذا لجنا يو يديار لها يمراكبتها بده هوس تدمريسا إنه يوكليركا يمصائبتنا الدنيا لو هايستو waxa lagu soo saaray dabagal iyo cilmi weeyaan ma aan habeeyay maalin laga saxan xagba u dhalbadaay oo u dhigdaay oo u dhagashadaay oo ku soo saaray waxan ma wax yar lagu helay tabana cilmi ba lagu soo saaray saaso aayadahan tilmaamayaan buu kuleey iyo aan qawaanil maada maada oo yaani sheega maadadu waa sheega la taaban karo qawaaninta ay leedahay iyo sidee u shaqeyso iyo sida maanta yaani darra ayaa la qarxiyay darra waa sheega uu yar ee la arko tabana nuclear ba ka soo baxay waxay adduunka ugu awood weynaan ma waxa ugu weyn baa awood ku jirtaa bisa waxa ugu yar waxa ugu yar baa ugu awood badnaaday waa caalamka ma saxay hadda waa sheegi u yara markii la kala jabiyay ayuu adduunka wax ugu yidhaa xagga sarbaha kan xagga hoose keeg baa lagu leey khatarteeda marka cilmi baa taa lagu gaaray wasan ijtimaac iyo sheegi yani marka la isu geeyay xeer ka soo dhacaya hadii laba shay la soo daro maxaa ka soo baxay laba shay hadii la soo daro maxaa ka soo baxay oo waxa maanta ay gaareen lili faadati من ذلك سلوغ فايست علمك وحل لوغ فايستنا في بناء سرح الحضارة إن لغو لسو لسبه وين أي البحنمد يعني البحنمد هو اسم أخرى لنسى يقال أورونا يق وحل لغو لساقونتا لدون يق مارت يلا كسبنا يق الإنسانية البحنمد بناء ذلك قاري ضمن التوجيهات لكن وانا كل حشرتها تلمامها يو الضوابط مامولك يو الحدود حيرك هي حكمها الالهيتي الالهي دغي وانا انا كبخين او ددكو انو دينتا كتغين او اوودكا سو قفكو هلا وانا كو هوسرتا مامونك الالهي بو لي وانا سيده ما قدي كلو قفكو بابايا اديتو عقلي سي سيدايو تبدنا وحكمها او غويو او دبركي سي تدبا كجرو او وخه دونا سبييو او بابايا وانا عقلي شقيا فكر بشقيا وحلو سو سارا لكن وين هوغامينيان تلمامها الالهي يا مامونك الالهي كو حكميسنت هي دينتا مركز وحي الفائدة يلانيها ولا شك شككم اجل أن هذه المنزلة الدرجة الرفيعة الصراء التي تصوم منحها أوسيي الإسلام والإسلام كوسيي للعلم أقوانت أوسيي القرآن كبك بلابي حفظت وحي كل رجالي المسلمين ضدك المسلمين بأمر أهرين وحا سيدي رجالي بأمر أهرين يو التشتيع أي يا سيدي رجالي درجة وحي رجالي بأمر أهرين وفريح رسول والتشجيع أن يديره قليل كي يمدن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاستغنى سيديره قليل محوك ديره يددك على طلب العلم علمك إن لدونه طلبا بادي قوم موصولا شوكتا دائما أن وليك لقوين ومحاول النبي يعني وأن علمك الله وضع انت قف النوري هاي أو رنبا وكان وحوها النبي نبي صلى الله عليه وسلم يجتمع وحو كل كل مجري بأصحابي أصحاب تيسا يقول عديد كتشرة وعداد كتشرة ودبات هايستو في دار أرقم من أبي أرقم نكل ونشري بككو يالي ملكي إسلامك سرطة هاوي يغريهم القرآن هل كاسو القرآن كو أخرج
يدو لغو لغينا يحطا ويفقههم وحو فهم سنشري في الدين الدين تلك هزوك فهم سنشري كما كان سوى هايين بعضهم ددك قاركود واصحابته يقوم اكعة وقبتة بإقراء بعض إنه كوة كلاو أخريان ويسوى أخريان أصحابته لفتود مثل ما كان سوى ها خباب من الأرتين نيكيلو رنشري يفعلوا سيدو سمينشري حيث كل كاسو كانوا ها يختلف وحو كل بو تجيشري يختلف يعني كل وطقة وكيمة وكل نغلو منشري يكون نغلو منشري إلى فاطمة بنت الخطاب فاطمة بنت الخطاب وعمر ولاشية يو زوجها نكيدي وسعيد بن سيد الرنشري رضي الله عنه ما يلارها لك نغضيه ويقى يسولوا يا أصحاب يغريهم هو آخر يشري القرآن القرآن كو آخر يشري ومن الرقاع كو قرن كرمه كو قرنه كرمه كرمه وامحي مريق قوغان أيام الكا وحلقو قولي شري مرضة هي شرفت قيدة يا ذا لما لفها لفتو لفها قيل وكله يا قرآن كالو قولي شري إلا لما هين وحاشيه وحلقو قرن ما بيش شرين بحاشي وحلقو قرن حاشي وحلقو قرن ما بيش شرين أو خواب من أرته معلنوها فادمة بنت الخطاب ولا شيء عمره ينن كذي وينادير كذا أيه وحدي كذي والله إنسى سكانه سعيد بن سعيد وهالك عمر كل سلامي يعني تقول يمد دقيستي يقولوا ما حيوا حنا آخر إنسان ولا شيء كده ربع حي أي توار كله دقيس وانو سلامنا تين تين دقيس كده دقيس وهالك خاصي أبا حي بقول جالفتيس أو دبنا ترين كي قاتي وكان أصحاب الرسول حريصين وحكود ذلك أصحاب الرسول أصحاب رسول الله حريصين أشد الحرص دذلك وجو أذق وح جليشرين على معرفة كتاب الله إن إله كتاب كيس برتان وقرآن كه مثل ما كان ابن أم مكتوم سيدو هانشري ابن مكتوم أنك يدها لا أرع ما عندها لا رضي الله عنه لا رأى لك نقول يفعل سلمك السميتشري وجود ذلك الكتاب حيث كل كي كانوا وها ياتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك يمشري يستقرئه رسولك وحكو عسنشري إنه أغريه رسولك القرآن بحوش القرآن كإمري يستقرئه أمحي القرآن كإمري يستقرئه إنه أمري القرآن القرآن بحوش رسول الله يو قرآن كإمري بونشر سقوا عند الله باركي ويلح وحكو على عليشري عليه النبي في ذلك أرنته رسول القرآن كإمري رسول القرآن كإمري رسول نشر وقع عليشري مرق ما حتى ويلح عليه ذلك وقع عليشري في ذلك أرنته وهو الذي نزل بسببه وانك يكسو دكتي سبب تيسا عبس وتولى ان جاءه الاعمى عبس وجهه اوري او ما وجه ديدي نبي وتولى وكجيسا واستطبع ان جاءه الاعمى مركو يمدكين دخل ايا نبي يلها كعانت ليلى عبس وجهه اسكري وجهكو اوري او وجهه ادكي وتولى وسيجيسا واستطبع ان وجهدي ان جاءه الاعمى انه يمدنا لا دلادين صوت واحد نبي والله هلا يقرأ قريش هو الدوني الحق أول شيء هو أيه يسقون كسر حكري نسوق كل علي ما نعرف هين نبي عد الله هلا يوم لأن النبي قال كأوري قلبه وكثير شيء استي والله قو عنانته وحولنا شيء نبي هو نكى لقو عنانته لا تأكله ولا سوء أكثي سوء فلسين شيء قرآن كساس يقول ذلك شيء ودين تقول ذلك شيء أوه حكول الدين تإسلامه ودين تواح برصدي أقانط اللي هو ثلاث جرين عالم كله هو جاميو تذكر هايسته أيه كجابي wixii looga baahnaa in loogaba sheekeyo ma yahayn aqoon in aqoon looguba taliyo ma yahayn in loogu taag sheegto ma yahayn in loogu taag sheegtaba ma yahayn aqoon in caalamka ayagu u sheegan baa in la hoos suugsaday ahay diintu dhan baa la raaci lahaa haday isay tahay ay u raaciyaan dadka muslimiinta oo kaalinta ay maanta joogan haday ka safeen lahaayeen caalamka dhan ma hoos ma lahaa walaalow bisawaab wabillahi tawfiq.